قال صندوق النقد الدولي إن سويسرا تحتاج إلى إصلاحات قوية في القطاع المالي في أعقاب عملية الإنقاذ التي خططت لها الدولة للاستحواذ على بنك كريدي سويس من قبل بنك يو بي إس. وذكر صندوق النقد بعد الانتهاء من مراجعته للاقتصاد السويسري أن القطاع المالي يتمتع بالمرونة، لكن نقاط الضعف لا تزال قائمة في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن توصيات عام 2019 بشأن الإشراف على القطاع المالي السويسري لا تزال سارية، متوقعا نمو الاقتصاد السويسري عند 1.3% في 2024 و1.4% في 2025.